وما عندناش غير الدعوة، ندعي ربنا أنه يأذن لينا بحسن صحبة أهلينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا من فطرت الأبوين على الرحمة والإحسان، وملأت أيديهم بالكرم والإحسان، ووكلت أمري وأنا صغير إليهم، وجعلت رزقي وأنا ضعيف عليهم، اجعلنا جبرا لخاطرهم ولطفا لمريضهم وعونا لمحتاجهم. اللهم ارفع عني كربي وهمي، ورضي عني أبي وأمي. اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي، واجعلني سكينة وقرة عين لأهلي. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والحمد لله.